اهلا وسهلا. دريت او ما دريت عن قميص المشجعين لفريق مرسيدس اي ام جي بتروناس فورمولا 1. هذا الفريق الذي انشاته مرسيدس بعد ان استحوذت على فريق براون جي بي، والذي كان فائزا بلقب الصانعين في بطولة العالم الاف 1. واستمد هذا الفريق قوته عندما تعاقد مع بطل العالم 7 مرات الاسطورة الالماني مايكل شوماخر، والذي كان عائدا من اعتزاله عالم الفورمولا 1 لمدة 3 سنوات، الى جانب استقطاب الالماني نيكو روزبرغ كسائق ثاني في الفريق. الا انه بعد تعرض شوماخر لحادث تزلج خطير في إحدى منتجعات الألب الفرنسية، تعاقدت مرسيدس مع سائق ماكلارين البريطاني لويس هاملتون ليحمل الرقم 44، والذي يحتفظ به من سباقاته في الجو كارتينج ويرفض حمل الرقم 1، لتبدأ بذلك أولى حروف حكاية الأسطورة البريطاني، والذي شملت الصعود 182 مرة على منصة التتويج. وبعد أن كان قد فاز مع ماكلارين ببطولة العالم مرة واحدة فقط، فاز هاملتون مع فريق مرسيدس ب6 بطولات عالم، ليعادل الرقم مايكل شوماخر برصيد 7 مرات لكل منهما. وبات هاملتون هو السائق الأكثر نجاحاً واستمرارية في تاريخ السباقات. تدري بأن لويس هاملتون يعد أول شخص أسمر يشارك في سباقات الفورمولا 1، وكان هو البطل الأصغر في تاريخ هذه السباقات عندما حقق لقبه العالمي الأول وهو يبلغ 23 عاماً و300 يوم، ولكن كان هذا قبل أن يحقق السائق الألماني سباستيان فيتل لقب موسم 2010 مع فريقه آنذاك ريد بول، وكان يبلغ حينها 23 عاماً و134 يوماً. ليصبح فيتل من ذلك الوقت حتى الآن هو أصغر من أحرز بطولة العالم لسباقات السيارات الفورمولا 1. وإن كنت ما تدري عن كل هذا، فأنت الحين دريت.